بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. درسي إنه ما أنت حكب اللابنا آيات الشنات سورة إبراهيم إلهي وحليه سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا، أي والله لقد أرسلنا وأن درني موسى نبي موسى بآياتنا آيات كينان لدرني أن أخرج، وقلنا له وحانا كن لي أخرج سار قومك قوم كذا سار من الظلمات مقديدك سار ومقديدك بحي إلى النور افتينك وبحي وذكرهم وعدنا وحسوس قوم كذا بأيام الله إلهي ما المهيسي إن في ذلك كاسو حكسوان لآيات آيضه لكل صبار مدول بأو صبر بضان أو سوان أو شكور شكرين بضان. وعن كسو قد ترني تفسير كي سورة دي سورة إبراهيم ماشان إلهي وحوغة ورمي سبحانه وتعالى وحكو صابسا صدري دي أو إلهي صدري نبي موسى عليه الصلاة والسلام يوحي نبي موسى الله صدري إيو نبي موسى وحيابه أودد كي سيكوي لمركو أيمت إلهي مركو حويري ولقد أرسلنا أي والله لقد أرسلنا وصدرنا موسى نبي موسى صدرنا محال لصدرنا ينكو حوجيني بآياتنا آيات كينا الله صادر نوكو حوجيني إيو وحيابها علامتها هو إن نبي موسى نوو أن صادرنا عليه الصلاة والسلام آيات هاسنا ويبادنايين إلا سقال آياتو دايه قارايين يسقال معجزو وحيابها هو وينانا وحكمي دها وشي انتال الطورة بها الكسكو بداليسي كعانتي قليتك انتال قليو مركي الله صابحي اسكو أولو ليسي واسكو العيسي أن أخرج وقلنا له وحانا كنري أن أخرج سار قومك قومك هذا يهددك اللوغو صادر من الظلمات مقديادك بيحي مقديادك كفرك iyo kuwa shakiga iyo kuwa macaasida ka saar hagee loo saara ila nuuri nuurka u saar iyo iftiinka u saar iyo iimaanka iyo tawxiidka iyo taacada ilaahay subxaanahu wa ta'aala u saar wadakirhum waxaana ku niri nabi muuse calayhi salaam wadakirhum qoomkaada xusuusi bi ayaami illaahi ilaahi maalmihiisa xusuusi maalmaha ilaahay meeshaan waxa laga wadaa maalmihii ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadkii dadkan ka horreeyey oo qaarna ciqaabay qaarna uu guuleeyey dadkii ilaahay caasiyey subxaanahu wa ta'aala maalmihii ilaahay uu halaagay dadkii ilaahay rumeeyay iyo rususha ilaahay raacana ilaahay uu badbaadiyay subxaanahu wa tacaala maalmahaas ilaahayna xusuusi ina fii dalika kaas waxaa ku sugan xusuusinta maalmahaas la isxusuusiyo la aayaatina ku sugan cibro qaadasho iyo waxyaabo ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisa lagu garto iyay ugu sugan yihiin likulli sabaarin mid walba oo sabar badan oo shakuurin shukrin badan oo mahadnaq badan وإذ قال وذكر حسيد وقت قال أولي موسى نبي موسى لقومه قوم كيس أكويري اذكروا قوم كيس حسوستا نعمة الله إلهي نعمة ديسا عليكم دشينا وقال إذ وقت أو أقال ألا أن جاكم أو ذكبت بادية من آل فرعون فرعون إهل كيسي يصومونكم حال أيهن كو إذن دنسية سوء العذاب عذابك كيسي اللي توقح مع عذابك ويذبحون وحيناها ينكو وبربرايا أبناءكم ويلشينا ويستحيون وينكحشونا ين نساءكم قبلهننا بريسك يقورع ويكديناين نرشع والليحناين وفي ذلكم كي ناسنا وحا كسوغان بلاء امتحان ومن ربكم ربكم حقي سكاء هذا وعظيم وي نبي موسى عليه الصلاة والسلام وحول هلا قوم كيسي ريبان إسرائيل هذا كان مركو قوم كيسي كلها هلانا ومركي ريبان إسرائيل هي وبدبادية وكبدبادية قميسي فرعون يعني مكي قبطيين تهاي كدب ريبان إسرائيل marki nabi muuse calayhi salaatu wasalaam laga soo saarayay iyo waqtigaas ka horeeya anke waxay ahaayeen kuwa ay gumaystaan fircoon iyo qoomkiisu masar kula wax gumaystaan markaasay waxyaabay kula kici jireen waxaa ka mid ahaa shaqooyin culus oo loo diro iyo dulleyn iyo dhibaato lagu sameeyo iyo arrintu inay markii dambeba gaartay in wixii wiil horee banu israa'iil u dhasha la biriyo hortooda lagu gowraco gabdhahana la iskaga shaqaysto la iskaga xamaasho iyagoo wax ragaho gabdhaha difaaca oo usoo ooyaan ay salahayn كدب مركا إلهي سبحانه وتعالى ربنا إسرائيل وهو بدبادي فرعون يقوم كيسينا بدو كوها لاغي نبي موسى عليه الصلاة والسلام قوم كريبنا إسرائيل ها أي وحو حصوصنا نعموين كي إلهي أقرأ محايا لي وحير كدب بوحي إلو بين ربنا إسرائيل وحي إلهي ونعمة أقرأ سبحانه وتعالى كميسي لغا بدبادي لباتدي رير فرعون أي كوها يون لغا بدبادي أي إسكي إلو بين مركاسي وحي بالله إن نبي موسى كوري مادان ونبي موسى معارضة وإلهي سبحانه وتعالى أوامرتي سيء خلافان إلهي مركو حويري وإذ قال أي وذكر حس إذ وقت قال أول موسى نبي موسى لقومه قوم كي سوير ريبن إسرائيل ها اذكروا حسوس ريبن إسرائيل نعمة الله إلهي نعمة ديس حسوس يقلد إلهي
عليكم كركينا وكوكالا ديستي إذ وقتنا وكوكالا ديستي كركينا أن جاكم ألا ودنكبت بادية من آل فرعون فرعون إيه الكيسة ودنكبت بادية فرعون إيه الكيسي وقبطيين تي ونمكي مصر دقناجري يصومونكم وحي أهايين كو إذن دسي يصو العذاب عذاب كيسة اللي تي إذن دسي جري وإذن قراعي وإذن كو حمالنا وإذن رراعيين رر أدنا ولي بحملي كري ويذبحون وحي أهايين كو قورع أبناءكم ويلشينا وعذاب كحون اللي إذن دنسي وحا كم إذا أولي بأسي فالحن إن المهن يويلشينا لإذن كوار برايو ويستحيونا وحينا أهايين كو كحشوضا نساءكم قبله إننا وكحشونا أي إنت أنا لفت الكيو دلوني معه والرقا يدمر كهدي لا سراعيو أوحي دانتا إن دمر كي يمرستينا للريبو رقي دمر كي يمرست قرب كو تاقنالها أنا لغا هرمريو ولا برايو كدي من أيها الدنيا دا لسكا رفاضيو لسكا دلستو الدنيا دا كوانا وحا سمسنا ربنا إسرائيل ويلا شو دا لغو برايو وفرعوني أسحاب تيسو إليه كدي بلاي سبحانه وتعالى وحاسو كبت باديي ربنا إسرائيل إلهي مركو حليه هاي نبي موسى وحو كيري والرب بن إسرائيل وحصوصا نعمة الله أودين قري وفي ذلكم كي ناس الله صار شيء الرب بن إسرائيل وآه بدبادين تاليدين كبدبادي فرعون يقوم كيسي بلاء أياك السغن نعمين ومن ربكم ربي حقي سكاهات وعظيم وين نعمة ربي حقي سكاهات وين أياك السغن أما واحد ليه كرتا وفي ذلكم كي ناس وحاك السغن الرب بن إسرائيل وآه لينتي فرعون يقوم كيسو إذن ليناين يقورعي ويليشينا قورعي جرين بلاءون أياكو السوغان امتحان يعقاب ومن ربكم ربكين حقي سكاها تو إله إذن قدري وعظيم وين مصيبة وين أياكو السوغان وامتحان يدبات وإذ وقت حصوصتا ريبن إسرائيلو تأذنا أوذن أويسي ربكم ربكين أوذن كويري لا إن شكرتم والله لا إن شكرتم هداد شكر ذا لا زيدنكم وإذن كرنينا هو إذن كرنينا نعمة إذن قلق ولا إن كفرتم هداد قالوا ذانا إن عذابي أنيق عذاب كيغو لشديد ومدرا أن لو أتكي سكرين نبي موسى عليه الصلاة والسلام قوم كيسي ربن إسرائيل أيو وحو صيح حصوصنا وحيابه نعموين هايو إلهي أقلي سي أي نعموين كاس إلهي وشكريا سبحانه وتعالى مركو حولي هاي أقادة ربن إسرائيل وحصوصتا إن إلهي سبحانه وتعالى ساتا إذن يري أو إذن يري ربن إسرائيل هداد وحيابها نعموين هو أن إذن قلي أديق شكريدان نعمة وايدين بدينا أمنجي أنا دينسي هذا ديجا شكريدان وايدين بدينا برواقدي أنا دينسي هذا ديجا شكريدان وايدين بدينا عافيماتك أنا دينسي هذا ديجا شكريدان وايدين بدينا مدحتني ما دي أنا دينسي هذا ديجا شكريدان وايدين بدينا حلقة حسوست وإلهي نعمة وودين قال إلهي وشكريه سبحانه وتعالى إلهي دين كردي هدي عاد نعموين كي أنا دين قال عاد ديجا شكري وايدان وتكو قالوا ذانا وحد أوجاتن عذاب كي وإنه ودريه هو ولا يدين عقابه أوجات مرك إلهي دين يري حسوست وإلهي نعموين كي سوى شكرية هذا كان ريبن إسرائيل إلهي هبقوا له الله لكن ذاتك دمو دهاني نعمضوا وحيلها ذا يحرك يوح لغو قبطوا لغو دبره وشكري غي مهدنقة هذه لغا شكرية نعمضوا وابضتها هذه لغا شكرية وإيا لكن نعمض إلهي وقعدنا سبحانه وتعالى قفل بو مركة إلهي وحي نعمه وكو قلق وكسيي إلهي هو الشكري سبحانه وتعالى وعرب كان إلهي ومهدنق سبحانه وتعالى وحي برواقاه الوسيو بحين وبهنا وحكب بحي لفت الكويت محيلي هذا النعمضة هذا كشكرين وقد كقالوا ذو وقد انكرتوا الضفرتوا إن إلهي كسية سبحانه وتعالى أما قد قريضوا إلهي سبحانه وتعالى نعمده وكاقاضنا وإذ وقت حصوص ربنا إسرائيل تأذنا أوذن أغيسيين ربكم ربيين أغيسيس أكبحي أغيسيس وامحي لإن شكرتم أي والله لإن شكرتم هداد شكردان وقد مهدنا قضان ربنا إسرائيل لأزيدنكم وإذين كرينا وإذين كرينا نعمده عندين قلق ولا إن كفرتم هداد قالوا ذان ونعمتي عندي قال أديك شكري ويدان ونعمتي شكري يدي كقالوا ذان إن عذابي مركزنا عذاب كيو لا شديد وامد كدرا وجودس نعمتي على قادنا والعقابة والرفاضنا إلى يا سبحانه وتعالى وحسي عافمات مركز هذا واحد تري عافماتك أنا شقيستي ما لها عذره ذو يكتشري أنا سكيل عليه ووحن مضنها أرين تاني ضدك إلهي سبحانه وتعالى وعذركم امتحامي ونحر يسوي سي إلهي وأول شكري ويدي عافماتك وحسي إلهي عذابك سوى درين عذرتك أقول لي تا إلهي ضدنا كجريدة مركز أترلك هذا يعبدك هذا بحه إلهي مالك سيا سبحانه وتعالى مركز واحد تري مال كان فيران أولان هاي هضمتني ماذا أبي إثيران كسو جاري إلهي سبحانه وتعالى وقال وقاضي إن مالك إن لا يسيء أن مضنها يو يسيء هو كلامه من المال إلا سيء فقرض يدك جس جستي مالك يدك حكم بحوي يسيء وحد قتل وجرته إن إلهي سبحانه وتعالى عير مذو وكاره وإلما هو واحد يستأذويد وواحد نركو قضا تأذويد وواحد ديان كديك تأذويد وعاد نغطو باي هوف قعناه هورسة أمني يا إلهي كسية سبحانه وتعالى إلهي وشكري هذا إلهي وشكري وإذا أمني يا نبت قليه
ayaad kibirtood dunuubi iyo xumaan ku samaydo cadaabka ilaahay qatar ayaad ugu jirtaa. Waxaa laga yaabaa amniga in gacantaada laga saaro ee waddanka dhan uu iska noqdo waddan isbaara meel walba ay taallo, oo midka xoogga badanu uu dhaco midka xoogga yar, kan xoogga weynuna oo dadka boobaahi oo dadka laynaahuna asna meeluu ku hiduu ku harsado uu waayo seeda kan u qabaa, sida Soomaaliya hadda ka dhacdo kale. Haddii Ilaahay subxaanahu watacaala barwaaqo ku siiyo oo roob ku siiyo oo dhulka uu aaran noqdo meel walba xareed uu iska taallo, xooluhu iska cayilan yihiin, ha kibrin oo nicmada Ilaahay ku kibrin ee Ilaahay uga shukri subxaanahu watacaala. Haddaad laakiin nicmadii Ilaahay uu ku siiyey aad kibir ku beddesho, iyo in aad dadka islaameed baabi'do oo aad mar walba aad tidhaahdo markii wadaanu xusul ka baxdo oo roobdo'o oo barwaaqo ay dhacdo ayaa noo ballana reer hebelow, ee aad weerarka isku qaadaan adiga iyo reer hebel, oo ciyaarta munkarka aad mar walba tunto, oo gabdhaha islaameed oo dadka islaameed u jooga aad ka boobtood, ka xadood, ka dhuumato, oo aad kibir ka qaado iyo dadulmin barwaaqadii iyo aarankii Ilaahay ku siiyey subxaanahu watacaala, waxaad ogaataa Ilaahay cadaabkiisu waa daran yahay. Waxaa laga yaabaa in Ilaahay kugu ciqaabo sannado abaara ah oo isdaba yaalyaala, kadibna aad gacmaha iyo sacbaha rogto tiri xaggee nagala haysta. Adaa Ilaahay nicmad uga shukri waaye, Ilaahayna subxaanahu watacaala ciqaabtiisi uu kugu dhufta. وإذ وقت حصوصت تأذن ربكم ربيين أو إذن أويسيي لإن شكرتم والله لإن شكرتم هداد شكر دان وقد ما هدنا قدان ريبن إسرائيلو لأزيدنكم وإذن كردنا نعمة دان إذن كردنا ولإن كفرتم هداد قالو دان ونعمة دي آن دين قاليكو قالو دان وقد إيغا شكري ويدان إن عذابي أنا عذاب كيقول شديد ومدران. وقال موسى وحويري إن تكفروا هداد قالو دان ريبن إسرائيلو أنتم أدينك يوماً في الأرض لولك وحكو سوغان جميعاً دمانتي، فإن الله إلهي لغني وكي هضن أو ديغتون وعدو البا هضن كا وكم مارما حميد ألا وامدك لما هديو وعدو البا إما هدي نيسو. نبي موسى عليه السلام وعدك يوانا دي ريبن إسرائيل يتولكي سؤوانين أي أيوسي وضا إلهي مركو حوير وحو يري موسى إن تكفر وهداد قالو ذان ريبن إسرائيل ونعمة الله ودينك لأتو قالو ذان أما الله سبحانه وتعالى عبادي سبا أضفرتان أنتم أدينك يا ومن عد في الأرض الأولى كوسوغا جميعا حاليهين كلين ما الله لو واحد الدنيا كنول يا أدينك بها هذا كوا فغدان إلهينا تو قالو ذان فإن الله إلهي لغني ومتك هضن إيه أوغاد عد والبو كم مرمى إلهي عد وبها يا لما أرك قفل بايدا دون أوغو شرتاين إلهي أطيع سبحانه وتعالى الدنيا ذا إلهي نعمة أودين قال إن إلهي وشكر ذان الدنيا ذي نادن أوغو شرتان سي نعمة ذا الذين كرناه إلهي نتكلي عابدان ووحي إلهي إذن فريق أثفرتونتان wixii ilaahay idin ka reebana aad ka hartaana adinkaadan idin kugu jirtaa taasna adduunyada waa laydinku badbaadina aakhirana janna la idinku siinaa cadaabka ilaahayna waa laydinka badbaadina haddaad yeeli weydaana lafiina xun ayay ka go'anta adduunkana waa laydinku ciqaaba aakhirana waa ciqaab iyo cadaab qabrigaana waxaa bilaabanaya ciqaabta aakhiratan ugu horeyda qabriga kugu bilaabanay buriska iyo budadka iyo dibadaha aa lagugu bilaabaa qabriga dhexdiisa feerahadana waa lasugu keenaa albaabna waxaa lagaga furaaya daaqadna naarta xaggeeda lagaga furaa markaasaa holankeedu galabtiyo subaxiiba kuu soo gala halkaasaad ku foorneysnaahe ilaa qiyaamuhu ka dhacayo qiyaamuhu markuu dhaco ilaahay lagu hortaagana cadaabta ilaahay oo weyneeda kuu diyaarsan waa haddaada ilaahay subxaanahu watacaala aadan raalli gelin oo wixii ilaahay uu raalli ku noqolahay aadan la imaan haddaad ilaahay raalli gelido laakiin ilaahay cadaabkiisa ka badbaadisaa وقال موسى موسى مركو حوري ان تكفروا هداد قالوا ذان انتم ادنك يوما في الارض الولك وحكو سوغان جميعا حالاتين فان الله الهي لغني ومدك يدقتون وعدو البكاء دقتون عبادة الهي العبودة سبحانه وتعالى الهي اللو قرونا ما هي انك اسكو قرونا هين محايا الهي سبحانه وتعالى وحكا باسا بمتلان وحو الباء وناكم سمينو الهي حكو كردمين سيب غرطو يدا الهي وابو حذاه وحو الباء وحمان سمينا الهي سبحانه وتعالى حكو قرنا تالمين حميد الله وحميد ومد لما هديه هو ما تسيها مر والباب هذو الهي حكوم هذين أما كم مهدي مر والباب الهي وما تسيها سبحانه وتعالى مر قف والبو لفه هذا أطره هذو اسكو رونو أطيعدا الهي أطيعي سبحانه وتعالى إيه لتانك ورك الهي أديالي إيه كشكرين تنعمة الهي سبحانه وتعالى أتك شكريني ضنت هذا كجرت هذا ديالي ويدو الهي سبحانه وتعالى أدقى يعيد كستاء وكم مرمى ولغني حميد الهي سبحانه وتعالى درسي ينمان تلك سنجوه والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وبالله التوفيق.